بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز آآ آآ هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الاحتمالات للسنة الثانية ثانوي رقم واحد أنصح به شعبة العلوم التجريبي والتقني الرياضي والرياضي وشعبة التسير وشعبة الآداب لأن تقريب لهم نفس المحور قال قطعة نقدية غير مزيفة ذات وجه اف وظهر بي كما تعلمون أن كل قطعة نقدية لها وجه الاف والوجه الآخر اسمه بي قال قال نرمي القطعة أربع مرات متتالية نحو الأعلى يعني يرميها في أف السماء. قال ونع ونعتبر الحوادث التالية. قال أ هي يرمز لها للحصول على أربع أوجه يعني أربع أف. قال ب الحصول على وجهين وظهر يعني أف أف وبي بي. قال سي الحصول على ثلاث أوجه يعني ثلاثة أف يعني أف 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 وبي يعني ظهر. قال سؤال أول قم بإنشاء شجرة الاحتمالات التي تنمذج هذه الوضعية. ثانيا قال اعطي عدد الحالات الممكنه. ثالثا واخيرا قال احسب احتمال حدوث الا والبي والسي حيث كل واحده هنا ماذا تمثل يا ابنائي. اذا لننطلق على بركه الله في الاجابه على هذا الاسئله. اذا ناتي ابنائي الاجابه على السؤال الاول قال قم بانشاء شجره الاحتمال التي تنمذج هذه الوضعيه. هنا عندنا كما قلت يا ابنائي عندنا هنا قطعه نقديه. إذا في جهة فيها اف اللي هو الوجه وفي الجهة الأخرى بي اللي هي الظهر يقوم برميها كم من مرة؟ أربع مرات نحو الأعلى، لاحظوا جيدا إلى نأتي الآن إلى إنشاء شجرة الاحتمالات، لاحظوا جيدا إذا نقوم هنا يعني لما نرميها المرة الأولى يا أبنائي هذه تسمى الرمية الأولى، في هذه الرمية الأولى إما أن تكون ماذا؟ إما أن تكون بي أو تكون اف فقط. ها هنا نكتب الرمية الأولى أو رمية واحد نأتي بعدها أبنائي إلى الرمية الثانية بعدما نرمي الرمية الأولى يمكن أن نأتي الآن إلى الرمية الثانية فيمكن أن تكون هكذا يعني بعد الرمية الثانية يمكن أن تكون P أو تكون F هنا كذلك لاحظوا جيدا إذا نكتب هنا P أو تكون F وهنا إما أن تكون P أو تكون كذلك F إذا هنا الرمية ماذا؟ الرمية الثانية نأتي بعدها أبنائي إلى الرمية الثالثة في الرمية الثالثة كذلك بما أن هنا يوجد لنا وجهين فقط يعني أو احتمالين عن ظهور يعني P أو F فقط لاحظوا جيدا تكون أمور هكذا يا أبنائي نكتب هنا ماذا؟ الرمية إذا قبل أن نكتب الرمية نكتب هنا P اف بي اف بي او اف او بي او اف يعني اما في هذه في هذه الرميه هنا يمكن ان تكون ماذا تكون بي او اف اذا نكتب هنا الرميه ماذا الرميه الثالثه ناتي الان الى الرميه الرابعه والاخيره يا ابنائي هنا كذلك تصبح لنا هكذا مفرعه مثل ما اظهر لكم لاحظوا جيدا نقطة نقطة أبنائي. لو كانت ثلاث مراحل ثلاث رميات لا توقفنا لكن بما أن كل يعني مخرج يكون له مخرجان يعني هكذا إما P إما F كذلك هنا إما P إما F أو يمكن أن تكون هنا إما P إما F ثم ننطلق في عملية الملء نقول P أو F أو P أو F لاحظوا أو P أو F هنا كذلك P أو F هنا بي اف ثم بي او اف لاحظوا بي او اف هنا كذلك بي او اف هذه هي ماذا وهنا يمكن أن نكتب هنا الرمية ماذا الرمية الرابعة لاحظتم هذه هي ما نسميها يا أبنائي شجرة الاحتمالات لأن هنا لما نرمي هذه يعني اما تكون هكذا اما ان تكون بي او فاص ثم بعد ما نرمي المرة الأخرى هذه كذلك تتفرع ثم هذه كذلك تتفرع يعني تكون لنا الفرع الأول هكذا ثم الفرع الذي بعده ثم الذي بعده ثم الذي بعده لاحظتم ثم تتفرق هذه الفروع يا أبنائي وهذه تسمى العقد هكذا قد أنجزنا ماذا؟ ما نسميه شجرة الاحتمالات لهذه الظاهرة يا أبنائي آتي بعدها أبنائي إلى السؤال الثاني قال أعطي عدد الحالات الممكنة، عدد الحالات الممكنة أبنائي هنا نتبعها حسب هذا لو تلاحظون هنا ها هو طريق ها هو طريق آخر ها هو طريق ها هو طريق كم يوجد لنا اللي هي نعد المخارج، المخارج لاحظوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذا ماذا يمكن أن نكتب؟ نكتب الحالات الممكنة هي يا أبنائي من الشجرة نلاحظها كم؟ إنها ستة عشر حالة يعني لو قال طلب منا ذكرها نتخذ مثلا هذا الطريق ها هو الطريق لاحظوا ها هو طريق هكذا بي 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 ثم الطريق الذي بعده بي بي اف او بي بي اف او مثلا بي بي اف بي ثم لاحظوا بي اف 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 ثم مثلا بي اف بي بي ثم اف او بي اف بي اف لاحظتم هذه هي لو لو طلب منا ان لكن هو طلب منا عدد الحالات الممكنه لم يقل ما هي الحالات الممكنه لان يوجد لنا كم من حاله 16 حاله فقط يا ابنائي ناتي بعدها ابنائي الى قال احسب احتمال ا و بي و سي اولا نقول هكذا بي أ آه يعني احتمال الحادثة آه أن تحدث الأ ماذا تقول؟ تقول عدد الحالات الملائمة، عدد الحالات الملائمة لمن؟ لاحظوا جيدا نكتبها بخط أوضح فقط، ركزوا معي هنا أبنائي إذا قلنا هكذا تقول عدد الحالات الملائمة لمن؟ لأ آه على ماذا؟ على العدد الحالات الممكنة لمن؟ لكل. للكل ما لاحظناه هو 16. فاصبح لنا ماذا؟ فاصبح لنا بي ا يعني احتمال ا ما هو؟ الحالات الممكنة ذكرناها اللي هي عددها هي 16. يبقى لنا الحالات الملائمة. في الحالات الملائمة أولاً ماذا قال عن الا؟ نتابع جيداً ماذا قال عن الا يا ابنائي. إذا ماذا قال قلنا عن الأ لاحظوا الأ ماذا قال عليها الأ قال الحصول على أربع أوجه أي إف أربع أوجه لو نلاحظ جيدا ها هي الطريقة التي نتبعها نتبع هذا الطريق انظروا إف 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 فقط أما البقية مستحيل أن نجد ذلك إذا كم يوجد لنا من حالة يوجد لنا الحالة الملائمة لأ هي واحد إذا تصبح لنا الاحتمال هو واحد على ستة عشر ونتركه هكذا دون حساب بالآلة الحاسبة لأن تقال دائما اعطي على شكل كسور غير قابله للاختزال. الان بعدما تحدثنا لان هنا الا يا ابنائي لاحظوا يوجد حاله واحده اف 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 فقط. ناتي بعدها ابنائي الى الحصول على احتمال الحادثه ب، لاحظوا جيدا. في احتمال الحادثه ب اذا قلنا بي ماذا يساوي؟ الحالات دائما الممكن ان نكتبها اللي هو 16، اما ناتي الان بقى الحصول على وجهين وظهرين، وجهين وظهرين لو نتابع جيدا، انظروا لو نتخذ هذا السبيل، انظروا هكذا، ها, ها هي واحده، لاحظتم؟ سوف اريكم اياها هنا، ها هو طريق واحد، ثم عندنا ماذا؟ ثم ما رأيكم لو نتخذ هذا الطريق، هذا الطريق، نعم، يعطي لنا اثنان اف واثنان بي. ما رأيكم أبنائي لو نتخذ هذا الطريق؟ هل يجوز؟ لا، لأن يوجد لنا كم؟ نعم يجوز لأن اف اف وبي لا يا أبنائي، لاحظوا جيدا. إذا نتخذ مثلا هذا الطريق هل يجوز؟ لا يجوز. ركزوا معي حتى تتعلموا إلى هذه النقاط المهمة. ما رأيكم أبنائي لو نتخذ هذا هذا الطريق؟ نعم. ما رأيكم يا أبنائي كذلك لو نتخذ الطريق الآخر ركزوا معي وعندنا كذلك ها هو الطريق الآخر انظروا بأم عينكم ها هي ثم ها هي ثم ها هي كم يوجد لنا من طريق يوجد لنا أربع طرق فنكتب هنا أربعة لأن ما هي الطريق الأولى اللي هي لو تلاحظون جيدا إلى الطريق الأولى ها هي اللي هي ماذا هي P P F F ثم الأخرى ما هي هي P F P F ثم التي بعدها اللي هي اف بي لاحظوا بي اف ثم التي بعدها اللي هي اف اف بي بي كم من حالة يوجد لنا الحالة الملائمة هنا لبي هي كم أربعة إذا تصبح لنا هنا نختزل تصبح لنا واحد على أربعة فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي بعدما أنهينا مع الاحتمال ب نأتي الآن إلى احتمال وقوع سي إذا بي سي ماذا يساوينا الحالات دائما نقسم على الحالات الممكنة اللي هي ستة عشر قال الحصول على ثلاثة آف وظهر ثلاثة آف وظهر تابعوا نتخذ أي طريق ثلاثة آف وظهر ها هي واحدة لاحظتم يعني آف 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 و ب هذه طريقة نلاحظ هل يوجد لنا طرق أخرى أم لا ها هي مثلا طريقة أخرى يا أبنائي انظروا ها هي لاحظوا اللي هي F F P F هذه طريقة أخرى ركزوا إلى طريقة أخرى هل نجد طريقة أخرى انظروا ها هي واحدة انظروا اللي هي كان F P F F ثالثا هذه الحالة الثالثة سوف نأتي الآن إلى الحالة الرابعة لو نلاحظها ها هي انظروا لي هي بي اف اف اف، أما البقية لا يمكن أن لا يوجد هذه إلا هذه الطرق وقوموا بعملية العد أمامكم، سوف تجدون أربعة إذا نكتب هنا أربعة وتصبح لنا كم؟ واحد على أربعة فقط، ها هي فقط، يا أبنائي بهذه البساطة المطلقة قد تعلمنا اليوم كيف يمكننا ان نحسب الاحتمالات من خلال شجره الاحتمالات التي قمنا بنمذجتها من خلال هذه الظاهره وفي الاخير ابنائي وبناتي الاعزاء اتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما ارجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحه والعافيه والترحم على روح الطاهره كما يمكنكم زياره صفحتنا على الفيسبوك لي صفحه الاستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته